إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب بن سليمان للعشاق اللحوم الخيرات تبارك الله. اللحم البلدي جودة جودة عالية كما كتشوفوا في الصورة، الخيرات اللهم بارك وزيد في ذلك تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. الثمن طالع ديال اللحم الله يدير شي تاويل خير، نتمنى في هذه الأثمنة نخافض بعض الشيء. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اللحم 100 درهم الكيلو، الكفتة 110 درهم الكيلو، الكبدة 130، الكبدة 130 درهم، واللحوم البيضاء بيبي لادن 70 درهم. هادشي اللي كاين خيرات تبارك الله، اللهم بارك. والجودة جودة عالية، ما نذكروش على الجودة. اللحم البلدي أمامكم المشهد مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في لعشاق اللحوم الخيرات تبارك الله. وي الثمن ديال اللحم طالع، مي الله يدير شي تاويل خير، ونتمنوا يا رب السنة إن شاء الله هاد السنة تكون سنة فلاحية متميزة بإذن الله، لأن الجفاف أثر بشكل كبير وكان سبب أيضا مباشر في هذا الارتفاع الكبير ديال اللحوم، لأن الأعلاف طالع ثمنها بشكل كبير وكبير. فالسبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير ديال أثمنة اللحوم الحمراء ولا البيضاء فهي الغلاء ديال الأعلاف اللي محطمة جميع الأرقام القياسية بما فيها جميع أنواع الأعلاف، تبن، نخالة، سكاليم، شعير، الفول، درا، كل شيء غالي. فالله يدير شي تاويل خير. رجعوا للموضوع، اللحوم الحمراء والبيضاء موجودة والجودة جودة عالية، مي الثمن ثمن طالع بشكل كبير وكبير. الله يدير شي تاويل خير، نتمنوا الخير يا ربي مرة أخرى عندكم الأثمنة ديال جميع أنواع اللحوم. فاللحم واصل 100 درهم الكيلو، الكفتة 110 درهم الكيلو، الكبدة 130 درهم الكيلو، لادن 70 درهم الكيلو. الناس اللي عزيز عليها بيبي تدير 70 درهم الكيلو. المشهد امامكم على المباشر، خيرات تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. إذا المشهد أمامكم على المباشر، كيف ما ذكرت اللحم غالي بزاف، الله يدير شي تاويل خير. أثمنة اللحوم حطمة أرقام قياسية، تقريبا تزاد نص بالنص، بعد ما كنا كناخذوا اللحم ب 60 درهم 55 درهم، فولينا كناخذوه ب 100 درهم للكيلو. الله يدير شي تاويل خير. هذه الأثمنة فهي مرتفعة بشكل كبير وكبير جدا مرة أخرى، الله يدير شي تاويل خير يا ربي. نتمنى إن شاء الله هذه الأثمنة منخفض. أمامكم المشهد على المباشر، فقبل ما نساليو هذا اللايف نعاود نعطيكم الأثمنة ديال جميع أنواع اللحوم مشاهدينا الكرام. اللحم دير 100 درهم الكيلو، الكفتة 110 120 درهم الكيلو، الكبدة 130 درهم، وبيبي 70 درهم الكيلو. لادان هذه الأثمنة اللي كاينة، ما بقى لي إلا نودعكم مشاهدينا الكرام، مشاهدينا قناة شوف تي في، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. الله يدير شي تاويل خير، ونتمنى ربي هذه الأثمنة نخافض بعض الشيء. مي الحاجة اللي كنأكد عليها، فهنا يعني كاينة الجودة، لحوم حمراء يعني ذات جودة عالية، اللهم بارك وزد في ذلك. دمتم في رعاية الله مشاهدينا الكرام، نهاركم مبروك، إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله.